اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الصيام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا أنزل الرحمة في قلوبنا. اللهم يا ربنا اجعلنا من الصائمين، اجعلنا من الصائمين ومن المقبولين إن شاء الله يا رب. بارك الله فيكم. إن شاء الله الحديث اليوم سيكون عن يوم القيامة، عن القيامة. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة وسمها بسورة القيامة، ربي سماها بسورة القيامة. لماذا؟ يعني لعظم شأنها. والبداية تاع السورة لا أقسم بيوم القيامة، لي ديبي على سورة لا أقسم. الله سبحانه وتعالى هنا يزور، يعني راه يقسم. شغل جوجور، راني أقسم بيوم القيامة. لا كيستيون كي سوبوز، كيف الله سبحانه وتعالى يقسم بيوم القيامة؟ معنى القسم هنا رغم أنه جاء على صيغة النفي لا أقسم، ولكن العلماء قالوا بمعنى أقسم، بمعنى أقسم. ولكن ما قال اللغة هنا واش يقول لك؟ أنني ما كنت لأقسم ولكن أقسم. لماذا؟ بمعنى أن هول يوم القيامة عظيم وجسيم، بأن هول يوم القيامة ماشي أمر سهل أو هين، فإن أمره عظيم كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، ماشي حاجة سهلة. يا أيها الناس، راه يخاطب في الناس جملة وتفصيلة، ذكرا وأنثى، رجال وإناثا، صغارا وكبارا. يا أيها الناس، أكل أكل، بالمؤمن بالكافر بالصغير بالكبير بالقوي بالغني بالفقير، اكل وزاد كونسيرني على هذا النداء هذا. يا ايها الناس اتقوا ربكم، خافوا الله، خافوا الله، ان يوم القيامه شيء عظيم. ربي قال شيء عظيم، على جال هنا قال لا اقسم بيوم القيامه، بمعنى هذا المقام انني اقسم بيوم القيامه، اؤكد بانه يوم عظيم الهول. إذا كان هناك أهوال، عندنا زلزال، عندنا الكوفيد، عندنا الأمراض، عندنا الجوع، عندنا أمور تزلزلنا، سيبري الفقر يزلزلك، المشكل تاعك بينك وبين مرتك يزلزلك، بينك وبين ولادك يزلزلك، بينك وبين الفوازان تاعك يزلزلك، إلي هذا دي بروبليم، يعني لا في بلا دي سوسي، دي بروبليم، ألوغ مي إلي هذا يعني يجي نهار هول عظيم، أن كرون بروبليم، نهار اللي صرا لو ترومبلومون جينيرال. يعني دي بروبليم كيما يقولوا حنايا جزئيه، زلزال جزئي، بصح يوم القيامه ان زلزله الساعه، الزلزله هذيك تاع اخر يوم، ربي سبحانه يقول لك شيء عظيم، والله ثم والله الذي لا اله غيره. لا دير لي عرفوا هذه كي كنت في لي فاكونس، الور الور تاع الوحده تاع الليل هكاك، الوحده واش هكا، المهم تحركت بينا الزلزال 5 دوغري. Tu peux dire 5 degrés, tellement ma trache fait bizarre, mais je vais le dire. 6 degrés, pardon. 6 degrés. 6 degrés, voilà. De toute façon, on a eu une fleur de chaussée, c'est le bâtiment qui a fait un des étages, de toute façon. Et bien, quand tu es le kéram, c'est pas un peu ça. Quand tu as des zinzels, juste l'environnement, hein? Subhanallah, l'Ali, l'Azim. Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. قلت يعني شوف اسمح لنا تقريبا ماشي نقول لك 15 سيكوند 20 سيكوند ولا 30 سيكوند ما لحقتش دقيقه. توت فاسو هذاك الرعب الرهيب الرهيب الصوت هكذا عجب عجب، الناس قفطح علينا صيب، واش بالك يا ربي نموت على الشهاده. مي لو مومون بوغ دير لا اله الا الله محمد رسول الله وين راه؟ أست نسلك روحي، نسلك الزوجة، نسلك الولاد، ولا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ربي يقتلنا على الشهادة إن شاء الله. سي با إيفيدون. ومن بعد من الظرف وراني نخمم على روحي، هل كان طاحت عليا السقيفة ومازال ما قلتش لا إله إلا محمد رسول الله؟ على واش كنت نخمم؟ نخمم على الولاد والمرأة. كي
كيفاش نسلكهم؟ لا بريوريتي بور الخطرنا هذا واش اسمه الورس صح. الانسان صعب صعب، الدنيا صعيبه، دوزو مقبل مع الله اكبر الله اكبر ان شاء الله ما كان والو غير الخير. مي ماذا بينا واحد يقول يشهد يقول كذا معليش 200 موت تشوف هذاك الديكالاج هذاك سبحان الله العلي العظيم. دكتو قلبك تولي كيما الحبه تاع الملفي اي نورمال والله على كل شيء قدير. ميلو بصح المشكل وين راه؟ ربي ما قالكش الفاطمه راح حطيها عليك ستان بروبلومون جينيرال معناه لي مونطان كيما لي بلون كيما يقولوا الويد ديالنا لليسان كلش راح يتخلط في بعضه، كلش يتخلط في بعضه ماشي غير الفاطمه، الجبال هذه كيما الشاهقات، الاشجار هذه اللي راهي الراسيه والجبال الراسيات وهذه الاشجار الباسقات كلها راح تختلط تختلط يولي كلش ملبص في بعضها. روح انت فرز حاجه من حاجه وروح انت يفرزوك عبد قد نهار قدام الجبل راح تلبص الداخل وين راح يلقاوك؟ ايها الانسان ايها الانسان راك ضعيف تي فابل تقدر تقول راك ضعيف ضعيف ايها الانسان ايها الانسان تي بوبر غير الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. ايها الناس القوي القوي هو الله هو الله. انتم ضعفاء خلق الانسان ضعيفة. اشحال من واحد صح المومو تاع الترومبلومو كيوقع هذاك والله كاين اللي يرمي روحه من الطاقة كاين اللي يرمي روحه من الطاقة يرمي روحه من البالكو 4 ميتاج 5 ميتاج 14 ميتاج ما يخممش كاع. المهم خير من اللي نطلب بز المهم ما تحش عليا برك هذيك السقيفة نرمي روحي ورما وروحيهم سي فري. هذه قلت زعما زلزال غير في منطقة وقفوا ديت نهار اللي تهول الحالة ربي عطانا شي أوصاف عطانا شي أوصاف. يا أيها الناس اتقوا ربكم خافوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعلاش ربي عطانا المثال بهذا الشيء اللي يبي بوكو ديال دي زيكزومبل مي جوست ركز على هذا الإكزومبل هذايا اسمع لا مامون طونك مومو اللي ترضع راهي ترضع في وليدها وقت الحنان الوقت اللي وليدها راهي لابوز وان داير راه ترضع فيه سبحان الله وفاتينيسي ها لو رونفون البيبي نتاعها تخليه وتجي هارب فوز ايماجين با لا مامو هي اللي ولدته 9 mois وهو في كرشها ولدته عصراته باش خرج وقعدت تربي فيه تربي فيه وجاع راه ترضع فيه المومون تاع الزلزال الو رماتو سلك راسها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وزيد حتى لي هز الكرش قالت من شدة الخلعة تطلق الكرش نتاعها. عطى المثال هذاك شغل الانسان اذا كان بلغ لهذ الدرجة تتخلى على وليدها انت راح تتخلى على وليدك خاطر لا مامو هي اللي عندها الحرقة اللي عندها الحنة عندها العاطفة على وليدها تموت هي وما يموتش وليدها. مي كي عاد الهو العظيم الهو العظيم وماشي غير الأرض هذاك النهار نو ماشي غير الأرض الشمس تروح فيها القمر يروح فيها كاع الكواكب هذو كاع تلقى الدنيا كاع مهولة مهولة كاع مهولة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبارزوا لله الواحد القهار. إذن وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى شاربين بصح ماهم شاربين سكرانين بصح بلا شراب. الواحد في هذاك الوقت قل لا اله الا الله محمد رسول الله ما ينفعش ينفع غير واش درتو والخواتيم بحسن الاعمال. يا بنادم شوف واش درت كي تنوض الصباح قل الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا انعم كثر في لسانك لا اله الا الله محمد رسول الله كثر من لسانك على ابليس. ربي قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان هذا لعنه في كل دقيقة أي جسد جد ديرو خارج على وسمه ولا في حاجة السوسي ألو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلاش ننساو بلي الشيطان عدونا في المومو كي يكونوا عندنا مشكل لازم ثم تعرف بلي فيها شيطان شيطان تاع النفس شيطان الهوى الشيطان عدو الله اللي راه يوسوس لك ألو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استراح. لاش تراك انت اللي عندك الحق تخلي من حقك على خاطر الشيطان راح تقول معليش ما فيها والو والله غير نجيك نخلي من حقي. لاش تا انا اللي عندي الحق على خاطر الشيطان ديما يقول لك انت اللي عندك الحق
انت لي عندك الحق، انت لي عندك الحق، حبي حضرك حبي يدك. الورد تقول ايه ايه والله غير نعفس على نفس المشومه هذه ونولي مارشاليه. وعلاش؟ وعلاش ما يمكن لحلش ابليس نحافظ على هذا. فهمتوا خوتي الكرام؟ اذا فالانسان يموت على ما يحافظ على نفسه، يحافظ على شخصيته، يحافظ على ايمانه. فهناك هول اعظم، اذا كنت الهول هذا الصغير هولك فهناك هول اعظم واعظم، كما قال ربي تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، اي هولا اعظم من هول. كل هول اللي يجي بعد هول الود يكون اعظم منه يوم القيامه. إذا شفتوا الزلزال الأعظم لو ترومبلومو جينيرال، مي أبري لو ترومبلومو جينيرال، إلي بي دي زوطر يعني كيما يقولوا حنا أهوال، أهوال أكثر من هذاك الزلزال العظيم باش تشوفوا. فما بالك نهار اللي تشوف الملائكة بالأجنحة تاعها، بالأجنحة تاعها هول عظيم. هذو الملائكة خزنة النار كيفاش راهم واسيين. نهار اللي تسمع الصوت تاع جهنم والعياذ بالله وهي تشهق، إذا ألقي فيها فوج سمعوا لها شهيقا، شهيق تشخر وهي طافور. وربي سبحانه عز وجل نهار يخلق جهنم قال لك صخرة 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 حجرة كما يقول الروشي. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان مع الصحابة الله يرضى عليهم جالس شوية سمعوا دوي صوت هكذا عجيب، بصح في عالم الغيب ربي كشفها لهم هذاك الصوت هذاك، سمعوا منه شوية ما سمعوش الصوت كما يقولوا زلعة. هذاك الصوت عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم تنقع وجهه ولا صفر، شغل واحد راح له الدم، شغل حاجة صرات. واش قال لهم؟ صحابة سقسوا واش هذا اللي صرا؟ قال لهم إن صخرة هوت من فاه جهنم منذ 70 خريفا فما وصلت إلى قعرها إلا الآن. صخرة طاحت من فم جهنم 70 سنة وهي تمشي باش لحقت القاع تاعها. 70 سنة البير تاع 700 متر تهز حجرة ترميها يا ربي هكذا ديسيكوند طب راهي لحقت 700 متر تسمى يا ربي ديسيكوند بركة لحقت. بصح باش تقول 70 سنة صخرة راهي تمشي باش لحقت 70 سنة باش ماشي حاجة سهلة. فبالتالي احنا ما نهدروش على جهنم، ربي جعلنا منها الجنة ان شاء الله. احنا رانا صائمين ورانا مصلين ان شاء الله، رانا في الصراط المستقيم. ولكن ربي خوفنا بهذه الآيات باش نبعدوا على المعاصي، باش نحاولوا يعني مشي اللي قدرنا نحافظوا على الصلاة، نحافظوا على الدين تاعنا، نحافظوا على اللسان هذا عدو الله. ننعسوه واش راه يقول، نعسوا نعسوا رواحتينا واش رانا نديروا. سي بور سا باش ما نوقعوش في دي بيشي. ودي بيشي راهي واعره، كاين الصغائر كاين الكبائر. الكبر هذا وين نحطوه؟ الكبر الكبر واحد مكونفلي وين نحطوه؟ نحطوش في لي بيتي بيشي هذو، راه من الكبائر اعوذ بالله. يقدر يقودك لاكبر الكبائر، تقدر تظلم، تقدر تقتل، تقدر دير اي حاجه. الور واحد لازم يطفي هذيك الاشوله فوالا. اذا ربي ذكرنا بالاخره باش نتغلبوا على النفس تاعنا. ولا اقسم بالنفس اللوامه، شوف لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. شكون هي النفس اللوامه خوتي الكرام؟ ربي عطكم الشان نتاعها. وعلاش ربطت هذا الموضوع بالاخلاق بالكومبورتومون؟ ربي شوف نهضر على يوم القيامه وما اعظم يوم القيامه، وزاد عظم واحد النفس وكانه حطها في نفس المستوى. ولا اقسم بالنفس اللوامه، لخاطر النفس اللوامه عزيزه عند ربي سبحانه. دونك لا ريزون، لخاطر النفس هذه دائما تتعافر مع روحها وتحاسب روحها. معناه ماهيش كما يقولوا احنا نفس مطلوقه، ما يحسش بالمعصيه، ما يعطيش لامبورتونس تاع ربي ولا ما طاعش. يتسمى شغل راه عايش كما في هواه. لا، النفس اللوامه قال لك ما يحطش راسه فوق المخده حتى وين يطلع كاع. لا لا، يعني كما يقولوا احنا البروغرام تاع النهار واش دار فيه الفلان، واقيلا غلطت معاه كاش هضره، فلان عنده عليا حق لازم نزورو ما زرتوش، فلان يعني مثلا يسالي ما رجعتلوش، فلان يعني غلطت في حقه ما طلبتش منه السماح، و و و و يدير كاع حسابه بشي ما يجي يحط راسو حتى يتلقى مسكين يتورني كاع الفيلم تاع النهار هذاك باش يجيه الرقاد، باش يجيه الرقاد تلقى قلبه يخبط خاطر كل معصيه يدير لها الحساب. وعلاش ما صليتش في الوقت؟ وعلاش ما درتش هذه؟ كاين واحد اخر طابت ولا حرقت، يسب الناس، يعفس على الناس، يحقر الناس،
يسرق يكذب يخدع صلى ولا ما صلاش كيف كيف صلى في الوقت ولا ما صلاش زين ريان افوار عندك شغل هذه اللي واعره بصح اللي عنده النفس اللوامه راه عزيز عند ربي دليل باللي القلب نتاعو لو كيور اي لي فيفون راه يعني كي نقول راه اللي بيفر كي نقولوا كي عاد القلب نتاعو راه حي ماهوش ميت راه يحس ماشي كي نقولوا بارد هذا عزيز عند ربي سبحانه ربي يجعلنا منهم ان شاء الله هل كاين شي يعني مؤمنين ان شاء الله يعني ربي يجعلنا منهم ان شاء الله ولا غير يجي يسقسي على ابسط شيء على ابسط شيء تقول على شيء هذا الامر هذا يسقسي عليه حلال ولا حرام ربي يزعلني يعني اذا كان راه يسقسي على هذا الشيء فما بالك الحوايج تاع اخرين ولا غير تلقاهم يحافظوا على صلاه الفجر الناس ملاح ترونكيل متسامحين يصدقوا يعاونوا يحبوا الخير يفرحوا بالناس كي يعطينا ربي الخير ماهمش حسات تلقى هكذا الله يبارك تقول صحابي يمشي معاك ومام طو يجي عندك يقول لك يا شيخ وقعت في واحد الغلطه هكذا يا يعني إيه واش الحكم الشرعي فيها والاخر يدير الكبائر يدير العجايب المعجايب والله ما على بالوك على جهه ربي سبحانه يقول لك النفس اللوامه اللي تخلي لا صغيره ولا كبيره تطيح عليه ماذا بينا بعد كل على المعصيه ما نوقعش فيها اوك هذه ولا اقسم بالنفس اللوامه وهناك نفوس هناك نفس اماره بالسوء هناك نفس لوامه وهناك نفس مطمئنه النفس النفس الاماره بالسوء راهي تحتك العياذ بالله تامر مولاها تزو غير للشر تقول له كذب ثمثم يكذب اخدع ثمثم يخدع ما تصليش خليك اودي ثمثم يخلي الصلاه اودي المهم اي حاجه الشيطان يقولها له يطبقها أمارة بالسوء نفس هذيك ما عندهاش باراج حاجة اللي تفرينيه دير معك هذه وعرة ورانا نشوفوا فيها ما والله العادي روح تسرق يروح يسرق تجي النفحة يكذب يكذب تجي المهم ضرب معك اسأل الله العافية كاين واحد آخر لا نو وهو أعلى درجة كما يقولوا أعلى درجة دوزيام ديجري راح قريب عند ربي سبحانه وهو ما وهي النفس اللوامة ربي يقسم بها بأن هذا النفس توقع في لي بيشي ماشي ما توقعش مي اللي توجور كما يقولوا في عراق وفي صراع يستغفر يتوب يبكي يطلع ويهبط يحوس يخلص الكفاره يخلص يقوم الليل يصوم يدير حوايج يقول حتى راني طحت في الاخطاء نتمنى ان شاء الله ما نزيدش نوقع وندعي وتلقاه يبكي لربي سبحانه يا ربي اش اللي درته يا ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي اذا ربي اعطى قيمه لهذا النفس وهناك نفس اخرى وهي النفس المطمئنه وهي النفس اللي راهي مقبولة عند ربي سبحانه عز وجل ربي غفر لها ما تقدم وما تأخر من ذنبها أنا عند كاين شي ناس داروا شي حوايج الحوايج هذه كبار عند ربي وربي ما يخبرهمش ما يخبرهمش ما يقولش بلي هذه النفس راهي من أهل الجنة نفس المطمئنة وربي عيط لها في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذه النفس هذه كما أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين أرواح الصالحين أرواح الشهداء أرواح الناس اللي داروا شي حوايج يعني جاي داروا شي حوايج راهم عند ربي مرضيين إن شاء الله الصحابة الله يرضى عليهم نعم لقد رضي الله عن المؤمنين ربي يرضى عليهم ربي أعطى لهم أوتوريزاسيون ما كان كما يقولوا احنا سون زيكسيبسيون أوكل راهم مرضيين عند الله سبحانه وتعالى الصحابة الله يرضى عليهم لي ثبتت الصحبه نتاعو الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفرت فيه شروط الصحبه لا يجوز مساسه لا يجوز مساسه هم محبوبين عند الله سبحانه وتعالى ربي عطى لهم الرضوان ماشي حنايا ربي اللي عطى لهم هذه المنزله ماشي تتحوس تنغز دار الغلطه الفلانيه وكذا لا هذه الدرجه ربي اللي عطاها لهم حبيت ولا كره وهو الفعال لما يريد وهو الذي يفعل ما يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأعطى الفضل هؤلاء الصحابة وش قال ربي سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ربي عربي هذه القلوب راهي مهيئة لدخول الجنة تختر ما عندهم حتى الشر في قلوبهم وهي النفس المطمئنة ألور خوتي الكرام كي قال ربي سبحانه هنايا ولا أقسم بالنفس اللوامة على الأقل إذا كان إحنا ما عندناش هذه
النفس المطمئنة المرضية هذه بالدرجة العليا، على الأقل نربحوا هذه النفس، النفس اللوامة اللي تموت وهي تائبة، تموت وهي مستغفرة، خير من اللي تموت وهي باردة ما على بالهاش دارت المعصية ولا. بارك الله فيكم، ربي ثبتنا على الصراط المستقيم، ربي اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، امين. ربي تقبل الصيام، ربي ثبت الاجر ان شاء الله، ورب اجعلنا من المرضيين، امين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. Thank you.